جاهزين. طيب ريبرودوس سيكشولي او اي سيكشولي، يعني بعضهم ايش وبعضهم ايش؟ ممتازين. انواع المملكات اللي هنا هي اربع مملكات، بروتيستا فان بايبرانتين يعني ماليا، وهذا المعلومه مكرره من السابق، بحيث يعطيك امثله على الكائنات الحيه في هذه المملكات. يعني The Four Kingdoms Eukaryota Protista Fungi Plant Animal الحيوانات النباتات الفطريات الأوليات الأوليات mostly unicellular يعني وحيدة ولا عديدة؟ وحيدة داخلية and microscopic يعني تستطيع مشاهدتها بإيش؟ بالمايكروسكوب بالمجمع رحتوا للمعمل ولا باقي؟ لأن في مجامر موجودة هناك وشبح تستخدموها لمشاهدة الكائنات الدقيقة. هنا اوتي تروفيك ولا هيدروتروفيك يعني بعضها ايش وبعضها ايش؟ بعضها ذاتيه التغذيه وبعضها غير ذاتيه التغذيه. كان بي انفكشوس ايش يعني هذا الكلام؟ ممكن تسبب العدوى. امثله اميبا انديدافيا بلازموديوم، وهذا البلازموديوم يسبب مرض كوز ملاريا، يسبب مرض ايش؟ مرض الملاريا. معناته اذا جاء سؤال في الانتباه قال لك مثلا اميبا هي بروتست ولا فنجاي ولا بلاتي ولا ايماري ولا بروتست زي كذا، تمام؟ اذا قال اعطيني مثال على بروتستا وقال مثلا اي واحد من هذول واي واحد من هذول او هذول وهذول تقدر تختار الاجابه الصحيحه. اذا تنتبه لهذه المعلومات اللي هي المملكه الثانيه فنجاي هي ملتي سيلولر هيتروتروفيك دي كومبوزر كامبيوتر كوتشوز اكيد الخلايا ليس فيها يوني سيلولر كلها ملتي سيلولر هيتروتروفيك يعني تعتمد على غير ذاتية التغذية ليست مثل هذا. دي كومبوزرز معناها المحللات او الكانسات او المترممات اللي تاكل بقايا الكائنات الحية، تمام؟ معناها دي كومبوزر او المفككات تفكك بقايا الكائنات الحية، تمام؟ كان بي انفكشوس ايجنت يعني ممكن تسبب العدوى. اكزامبل عليها أمثلة على الفنجاي يعني الفطريات المشروم فري فود اند ريد بولز يعني عفن الخبز أقدام الرياضيين والمشروم يعني أقدام الرياضيين من هنالك نوع من الفطريات تعرف يسمى هذا الاسم. بلانتي النباتات مالتي ولا يوني؟ مالتي سيلولر يعني متعدد الخلايا متعدد الخلايا جرين بلانتس نتكلم عن النباتات الخضراء اوتوتروفيك ولا هيتروتروفيك؟ اوتو هذه ميزه مهمه انه جميع النباتات الخضراء هي اوتوتروفيك بواسطه ايش؟ اوتو سنتسيس اللي هو البناء بناء الضوئي ممتازين. هاف سيل وول هذه ايضا معلومه مهمه انه لاحظ كلمه سيل وول ما جاءت هنا ولا هنا ولا هنا، هو من ناحيه اليوكاريوتا هو الوحيد اللي فيه ايش؟ سيل وول. ماذا عن البكتيريا؟ هل لها جدار ولا ما لها؟ حقيقة لها وحيجينا ان شاء الله في شابتر 2 فانتبهوا لهذه المعلومه، تمام؟ يعني ارخيه وبكتيريا لديهم سيرول ما تكلمنا عنه لكن حنتكلم عنه. هنا البكتيريا والنباتات تشترك في هذه الكلمه اللي هي كلمه ايش؟ سيرول. وان كانت تركيب شويه يختلف، تمام؟ امثله النباتات موسس بلانس تريز فلورين بلانس يعني مثلا الطحالب والسرقه الثياب والاشجار والنباتات الجزر هذه كلها من امثله النباتات. إذا سألت عن الصفات أو الأمثلة تستطيع أنك تجاوب. أنيماليا الحيوانات هي ملتي سيلولر هيتروتروفيك لا يوجد سيلول يعني عقيدة الخلايا تعتمد على غيرها في الغذاء يعني غير ذاتية التغذية ولا يوجد لديها جدار خلوي. تنتبه هذه المعلومات. أمثلة أعطاك هذه الأمثلة والإنسكس سبايدرز كراكس بيرز أند هيومنز، تمام؟